اسمي هديل عنقونة، أنا ميكر وديجيتال فابريكيشن سبيشالست، وأنا بطمح إنه أكون الانفنتور بوطننا العربي. أنا شخص بيركض، بحب الركض كتير، وعندي صعوبة to maintain a high level of endurance بالرغم من المحاولات الكتيرة لأني حسن أداء الرياضة. لهيك قررت إنه اخترع أوكس، اللي هو جهاز بخول الرانرز يركضوا لمدة أطول. جهازي أوكس بيأمن الأكسجين عبر أكسجين كونسنتريتور، بيسحب الهواء وبيحوله لبيور أكسجين، بينزل الأكسجين على الجاكيت ليعبي بقلبه، ومن بعدها الأكسيميتر بيقرأ الأس بي أو 2 ليفل بالجسم، أد نوتيفايز الجهاز إنه الجسم بحاجة لأكسجين، والأكسجين بيطلع على الماسك وبياخده الرانر. ما حدا عطى أكسجين للرياضيين؟ في حدا عطى أكسجين للرياضيين in space. أنا I want to give the opportunity لحي الله شخص عم يركض برا ولحاله إنه ياخد أكسجين. طيب ليش أنا بدي أركب كمبرسر وأعمل إنتاج آني؟ ليش ما بجيب فست اوريدي مخزنه قبل ما اروح بمشواري وبمشي؟ لانه حتى انت وعم تمشي وبقت يفضل الاكسجين من الجاكيت وهيدي فيها انا رح استهلك كل هذا الخزان وعوز اكثر؟ بتعوز لانه في لي هيدي بوست بس بعوزه هو ريس دكار هيدا ولا شو شو شو؟ الاثليتس بعوزوا 40 لتر اكسجين كل منت بدك تنجيها ان ريل تايم انا وعن اركض 100%. البيور اكسجين بيروح بالفلترز. لا هلا صار بيور اكسجين من الهواء دغري؟ ما هو بنعمله بيوريفيكيشن، بده يروح الاكسجين على بيوريفيكيشن امتي فيهم الشوائب مزبوط بس السي هواء نظيف ايه كيف حولت الهواء نظيف لاكسجين؟ I don't have all the details بس انه هذا اختراعك مش اختراعي ما تنسى انه I need stars of science كمان لانه في قصص منا ماي دومين انت بدك مخترع ونحن عم نبرر مع مخترع بنفس الوقت وانت عم تبرر مع مخترع بعرف الكونسبت تبع الشغل بتعرفي يعني. فانكشنلي كيف بده يشتغل بتعرفي الانبوت اوتبوت هيدا بسموه سانتا كلوز عرفتي كيف؟ قول له انا بدي هيك انا بدي اعتذر منك هديل منك جاهزه تعملي اختراع بنجوم العلوم منك جاهزه شكرا جزيلا هديل